في طرق كتيره جدا لتتبيل البانيه. اللي هنعرفه بالبصل وملح وفلفل. لا نغير بقى، مش لازم بصل. ايوه ملح وفلفل. اديني انا اعمل لك دي. طيب تمام، عايزك تظبط يوم بقى كده عشان توري احنا بنشتغل. ده بالدقيق عادي ولا ده امال ايه؟ بس انا لا ده بالبقسماط. ده بالبقسماط بالبيض والبقسماط. ده بقى هعمله بالدقيق بس عشان الناس اللي عندها حساسيه قلبان بيض لبن كده. ممكن انا حطيت في اللبن رايب عشان يبقى طري، الناس اللي عندها حساسيه تستغنى عنه خالص، مفيش اي مشكله خالص. خصوصا انت معاكي يا دي، انا محتاجاها عشان قلبي. عايزه دي؟ هو ده كاتشب ولا ده ايه ده؟ كاتشب. كاتشب و ممكن يحطوا مستردة او صويا صوص. بس الزبادي عموما بيطري اللحمه. انت حطيتي زبادي وكاتشب؟ زبادي او لبن رايب، انا كان عندي لبن رايب. المتاح. انت حاطه الزيت هنا، يعني في ناس بتقلل الزيت قوي، انت بتحطيه عليه شويه صدفه صح؟ لا مش عالي قوي، حاجه تبقى غويطه وزيت يكون سخن عشان البني ما يبقاش ما يفكش من بعض. بص بقى، معظم الستات بتقع في غلط كبير، بتحط أيوة. البني في دقيق وبعد كده بيدوا بقسماط. الدقيق ده بيعمل عازل صح؟ بيقطع. طب هاتي بقى البتاع ده انا اقلب وانت كملي.